أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. اليوم حنتكلم عن أكبر عدو يواجهنا، عدو أكبر من الجامعة وأكبر من سائر المخالفات وأكبر من أي شيء. تلاقيه هاجمك من كل مكان ومن كل زمان ومن كل يد زفرة مليئة بالدسم. اليوم راح نتكلم عن السمنة. موضوع يبدأ معانا من وإحنا صغار. الأب يروح عند ولده يقول له: لو تبغى تصير رجال ذيب أمعط كله ولا تخلي أي شيء في الصحن. خذ كلام هذا من دب سابق، أنا انجلت كثير عشان ما خلصت صحوني. وتجي الأم عند بنتها تقول لها: أسمعي، لازم تاكلي وتتخني عشان الرجال ما يحبوا النحيفة. طبعا الكلام هذا غلط، أولا لأنه الرجال يحبوا أي شيء، دبة، نحيفة، مربعة، مقربعة، أي شيء. وثانيا يعني لأنك إذا كثرت أكل ما بصير وزير، بصير دب، مع احترامي ولائي لجميع الدبب.